500 ليه؟ واي؟ علامة استفهام. لو ما عندكش هدف يبقى انت ويست تايم، ده تضييع وقت على الفاضي. قبل ما تمرن ال 500 دول شوف هتمرنهم على ايه بالظبط، ايه المجال اللي انت هتمرن فيه. وعشان كده انا سمعت حاجه فيها ماركتنج، فيها تسويق، فيها اتش ار، فيها تنمية، حاجات جميله جدا. تعالى بقى بعد ما تمرنهم، ها هيقعدوا في البيت ولا هيعملوا ايه؟ ما هو برده ده حاجه يعني حاجه بنسميها في نوعين، حاجه اسمها اون جوب تريننج، تدريب جوه العمل، وحاجه اسمها خارج العمل. اللي احنا بنعمله ده بنحاول نمرنهم على حاجات جوه العمل بس. ايوه بس ايه هو العمل؟ يعني هل تم اختيار ال 500 شاب دول مثلا لمجالات معينه او لتخصصات معينه، مثلا شركات محتاجاهم كفنيين مثلا، او ك يعني على حسب الاحتياج بتاع الشركات دي؟ اتمنى ده يكون حصل، انا مش مشارك في اللي انا ما اعرفش حقيقي، لكن انا اتمنى يكون ده حصل. اتمنى يكون السلكشن واختيار الناس على اساس انت خدت دول ليه، واشمعنى دول، ترابط بينهم يعني ال 500 دول لازم يبقى في ترابط بين ال 500. لازم يكون في، نرجع بقى تاني يا محمد لو سمحتوا، لو سمحتوا خلينا نفكر مش اهل الثقه، يعني مش عشان محمد صاحبي فانا اروح جايبه في المنتدى ده ومش عارف ايه واحد، فتلاقي ال 500 في 500 احسن منهم مليون مره مش داخلين عندك. ايه الكرايتيريا، ايه المواصفات اللي انت بتختار عليها ال 500 دول، وعايزهم في ايه؟ وعايزهم في ايه مهمه؟ دي النقطه بقى مهمه جدا، ما بعد الانتهاء من الكورس التدريبي، انه يكون في ربما شاهد من غير اهلها زي ما بيقولوا، ان يتم تقييم الكورس التدريبي دوت من خبراء مش موجودين بيدوا الكورس دوت. ده ممكن يكون حل عشان نقدر نقول التدريب ده نجح او ما نجحش، او الكورس ده نجح او ما نجحش. طبعا بص اللي انت قلته ده صح، بس احنا عندنا في التدريب عالميا اذا انترناشونال او مالتي يعني حاجات العالميه، عندنا كرايتيريا، عندنا مواصفات للتريننج الناجح وليس اللكتش، عشان كتير من الناس بيخلطوا ما بين المحاضرات والتدريب، في فرق شاسع ما بين الاثنين. احنا عندنا مدرسين كتير قوي، بس عندنا مدربين يتعبدوا على الصوابع لو انا بتكلم على الترينر ترينرز يعني. فبالتالي في مواصفات للتقييم، انا بشوف الناتج منه عامل ازاي. يعني في طريقه تحديد، في كورس يا محمد اسمه تي او تي او تريننج اوف ذا ترينرز، تدريب المدربين، يعني حتى الناس اللي هتدرب الناس دي ليها تدريب قبل ما لازم هم يعرفوا اصلا هم هيدربوا الناس على ايه، وياخدوا كورس كافي على هذا النوع من التدريب علشان يقدروا بعد كده يدربوا هؤلاء الشباب. انت عارفه انا ده اخطر حاجه، يعني ستيفن كوفي قال جمله جميله قوي، قال اتس نوت ذا ماتر وات يو سي، ليس المهم ما تقول، ذا ماتر المهم هاو تو سي، كيف تقول. يعني مش المشكله كمان يبقى عندك معلومه، ازاي توصل المعلومه، البرزنتيشن او التقديم ده مهم جدا، ازاي تقنع بيها اللي قدامك، فن التاثير والاقناع ده مهم جدا جدا جدا. تمام، انت الوقت وقتك والقرار ليك وحدك. حضرتك تقرا ايه من عنوان الخدوه المنتدى دوت؟ حلو قوي، انت الوقت وقتك والقرار ليك وحدك. انت الوقت وقتك دي، بص غاندي قال جمله جميله قوي على الوقت، قال ذا باد نيوز، الخبر السيء، تايم فلاينج، الوقت يطير، بس ذا جود نيوز، ولكن الخبر الجيد، يو ار ذا بايلوت، انت الطيار. فانت الوحيد المتحكم في وقتك، وانت الوقت بتاعك 100%، محدش يقدر يزور على ال 24 ساعه ثانيه، لكن دايما نقول التايم فيكس ده الوقت ثابت، لكن ذا يوز اوف تايم، استخدام الوقت هو اللي فليكسبل. انا بستخدمه ازاي وانت بتستخدمه ازاي؟ حلو قوي قوي ان الوقت وقتك، والنهارده فعلا الوقت وقت الشباب. خلي بالكم اللي جاي، الجيل بتاع مصر بتاعتكم، بتاعت الجيل اللي طالع، القرار ليك وحدك، انت اللي هتقرر الديسيجن او القرار. انا بس عندي مش تحفظ لكن كومنت صغير قوي على القرار ليك وحدك. كلمه القرار هي حاجه بنسميها التيم ورك، القرار لازم يتاخد جماعي، التفكير في القرار جماعي، ولكن تنفيذ القرار يعني فكر زي ما انت عايز في مجموعه. عشان كده حكايه وحدك دي لا، انا عايز اقول تعالى نشتغل از تيم ورك، لان كلمه تيم توجذر اتش وان اتشيف مور، مع بعض كل واحد يحقق اكتر. مش كده فكره ان انا اخد قرار كده منفرد، لا لازم اعمل ما يسمى بالبرين ستورمنج او العصف الذهني، نفكر مع بعض، خليك ديمقراطي في التفكير في القرار، وخليك ديكتاتوري في تنفيذ القرار.
فعشان كده هو القرار ليك وحدك، لكن مش معنى كده ان انا اخده لوحدي، لا شورى هناخد راي بعض، هنتفق على حاجه محدده، وقت التنفيذ خلاص المساله خلصت. يعني هل كل قرار ممكن يتاخده شاب ده بعيد عن المنتدى، كل قرار ممكن يتاخده شاب الافضل ان هو يستشير في من حوله، ولا زي ما يقدر يتعلم الاعتماد على نفسه بقى، ان يعني اخد قراري بنفسي؟ يعني بص اللي قلته ده كورس لوحده، حاجه اسمها decision making او كيفيه اتخاذ القرار، ده كورس، ده كورس كامل على بعضه كده. ده كورس قد ايه؟ شهرين؟ لا ده ما بنحسبش بالشهر، بنحسب بالكريدت اور بالساعات. الكورس ده حوالي 82 ساعه، فهي القصه هنا ما بتتاخدش باليوم ولا بتاخد كريدت اورز، بعدد الساعات. عشان كده الديسيجن، في فرق بين كلمه ديسيجن قرار ورياكشن رد فعل. الديسيجن هذا له وقت، يعني عارف يا محمد فرق بين ايه؟ واحد زعل مع باباه في البيت اتخانقوا، فالواد قال لباباه انا همشي واسيب البيت، بالليل جه فتح الباب ودخل نام. هو اللي عمله ده ما كانش قرار، ده كان رد فعل وتيجي. عشان كده اقول لك ايه، القرارات ما ينفعش تتاخد بردود افعال، يعني انت غضبان ما تاخدش قرار، وانت متضايق لانه هيبقى رياكشن، مش هتقدر تاخد قرار غير صائب، يعني هو مش قرار، يعني مش عايز اقول بالظبط رياكشن، انما الديسيجن لا. هو الواحد يعمل ايه يا دكتور لو في حاله غضب او في حاله عشان ما ياخدش قرار؟ بص حاجه اقول لك ايه، رقم واحد وانت متعصب قوي قوي متنرفز قوي قوي، يقول لك ايه، don't react immediately، لا تتفاعل مع الموقف في ثانيته. اتنين، analyze، حلل الموقف في دماغك. تلاتة، بص تلاتة دي بقى سمايل، اهدى كده لو سمحت، خد وقتك، لانه لا في حد من واحد لعشرة انا مش عايز اقول يعني هي مش كده، لان في انواع من القرارات بنسميها irreversible decision، قرارات غير قابله للرجوع. خلاص انت طلعت مسدس موت واحد، قررت خلاص هترجع فيه ازاي؟ في قرارات irreversible، قرارات قابله للرجوع، وفي حاجه اسمها experimental، قرارات تجريبيه، اللي هو ايه، عايز تغلي حاجه في مثلا يعني، فبتنزل قرار كده من غير ما يبقى قرار، وتبتدي تقيس المقاييس في الشارع عامله ازاي. ده اسمه قرار تجريبي لمده 15 يوم، نجح حلو قوي هننفذه، ما نجحش خلاص احنا ما قلناش ان ده قرار ومش هننفذ. ففي قرارات تجريبيه بنجربها حتى في الاشخاص، حتى في الوظائف، في حاجه اسمها اكت از يمثل، يعني ساعات ناس تاخد تايتل يقول لك في الشركه مثلا ده المدير، انا ما اديلوش مدير، ما اديلوش تايتل مدير، اديله اكت از مانجر، كانه من وظيفته وهو سوبرفايزر وهو مشرف يشتغل مدير، يقوم بأعمال الرئاسة بالظبط لمده 6 اشهر، نجح خير وبركه ياخد التايتل، ما نجحش شكرا. عشان كده فكره عندنا ان يبقى عندنا قرار، ازاي ان احنا نفكر، ازاي يبقى عندنا ما يسمى، عشان تاخد قرار صح يا محمد لازم تكون لك بتجمع معلومات، اتنين بتحلل المعلومات، تلاته بتختار بدايل، اربعه بتختار احسن البدايل، خمسه بتنفذ. شوف قد ايه مراحل اختيار او اتخاذ القرار. يعني احنا مش عارفين نشكر حضرتك ازاي في نهايه حلقتنا، لان الكلام معاك ممتع جدا بصراحه ومعلومات مفيده قوي. شكرا لحضرتك دكتور اسامه عاشم خبير التنميه البشريه، شرفتنا في قناه الميزه. شرفنا يا محمد. مشاهدينا دي كانت اخر حاجه النهارده في هذا صباح غدا، ان شاء الله فريق عمل جديد، الى اللقاء. We'll be right back.